يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا مسجد بني على مقبرة قديمة بحيث أزالوا آثارها بتجصيص وترميم لساحتها ببلاط حديث، فأصبحت القبور لا يرى لها أثر وأصبح مسجد له ساحة. السؤال: ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ما دامت القبور ما أزيلت، إن كانت القبور نبشت ونقلت والحاجة داعية إلى هذا فلا بأس، أما إذا كانت القبور باقية في الأرض فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني على قبور، فلا تجوز الصلاة فيه. نعم.